بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. مرة أخرى وليست أخيرة في الكرة لا يمكن الإصلاح والهرم مقلوب. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 871 لقاء الاثنين من ملك وكتابة، يتحدث فيه المهندس عدلي على الهرم المقلوب الذي يستحيل معه الإصلاح. إيه اللي قلبه؟ شوف أستاذ إبراهيم، المتأمل للشؤون الكروية المصرية، النتائج لا يمكن تتناسب لا مع المكانة ولا مع الإمكانات ولا مع المواهب المتاحة. إذن أين الخلل أولا وأخيرا وسابعا وخامسا وأولا ورتبة زي ما أنت عايز؟ يكمن في فلسفة إدارتنا للأمور الكروية. وأنا أتكلم على الإدارة ولا أتكلم على الإدارة التنفيذية، أتكلم على فلسفة الإدارة. إحنا مش مرتبين أولويات وأهمية عناصر اللعبة. الهرم مقلوب، يعني الأهمية تأتي من أسفل. يعني القمة ترتيب الأولويات، في القمة الأهمية ينبغي أن تكون كذا. قمة الهرم المؤسسات الرياضية، وبعد المؤسسات الرياضية تأتي المكونات، يعني عناصر اللعبة، الإدارة، الأجهزة الفنية، ثم اللاعبون أو اللاعبين، ما أعرفش أرتبها. يأتي اللاعبون. هذا بمساعدة إيه ومن أجل إيه؟ بمساعدة دعم إعلامي، دعم لوجستي، دعم لائحي، دعم قيمي، دعم في النظام اللي يخلي الترتيب ده يمشي بقوته. ده كل ده من أجل مين؟ الجماهير، ولكن ليس من خلال الجماهير. أنا أعمل من أجلك، ولكن الإدارة السليمة لا تدار من المدرجات كما قال الكابتن صالح سليم. ليه؟ لأن المدرجات هتختلف، ليها رؤى مختلفة. مسؤولية الإدارة هي عندها معطياتها وعندها تراثها وعندها أسباب نجاحها وعندها آلية محاسبة، خصوصا في النادي الأهلي. طبعا عندها آلية محاسبة وعندها كل حاجة. هي بتشتغل من أجل الجمهور. يعني في النهاية لا طائل من أي إدارة لا تسعد جماهيرها. كل السعي بتاع الإدارات واجتهادها ونظامها من أجل إسعاد الجماهير، إسعادها بالنتائج، بالقرارات السليمة، بالاحترام، بدعم السلوك على حساب النتيجة قبل النتيجة، فتكتشف أنها تأتي دائما بالحسنيين، النتائج والنظام، دعم النظام. ولكن ما نشهده الآن هو قمة الفوضى الكروية. كل عناصر اللعبة بره سيطرة، وتبقى ما انتش عارف الحقيقة فين. أنا بقول هذا الكلام، أنا مش عايز أذكر هو ده عشان مثلا فلان وفلان مشوا من المعسكر، لا، عشان الحقيقة مش عارفين نوصل لها حتى. أنت لا أنت عارف هم ارتكبوا إيه تحديدا، مفيش بيان، وقد يأتي متأخرا عشان يترتب بعد ردود الأفعال. لكن الكلام الصحيح في ساعتها عملوا 1 2 3 مقابل كده عملنا كذا، هل هو ابعاد؟ هل هو استبعاد من المنتخب؟ هل هي هذه المباراه؟ يفضل كل واحد يفسرها زي ما عايز. طيب هو اللعيب امتى يتصرف ويشعر انه من حقه يرفض تعليمات؟ لما يشعر انه هو اقوى من الاداره بتاعته، لما يشعر انه مش فارقه مع الاداره بتاعته، لما يشعر ان الجمهور عنده لو انا قلت له كلمتين هيدعمني، لما يشعر ان الاعلام سوف ينقسم على مواقفي. هنا ياتي الخطر، هنا لا يتحدث. ما هو ممكن جدا على فكره اللعيبه تطلع في الاخر مظلومه وفي مبالغه في انا اتحدث عن نظام. ولذلك تجد الاهلي، معاناه الاهلي دائما في ايه يا استاذ ابراهيم؟ انه عايز يمشي صح في وسط هذه المعاناه والفوضى، تلاطم القرارات والاجراءات والرؤى، وانت عايز تمشي صح، فتبص تلاقي في مرمى سهام النقد بشكل مستمر. دائما اللي كان داعم النادي الاهلي سخط جماهيره،
وان الجميل لا ترى الا في الا يعني مصلحه ناديها ورؤيه واحده خلف اداره ناديها. هل معنى كده الجماهير ما تختلفش؟ لا تختلف، احنا بنختلف، بنختلف واحنا بنتفرج على الماتش مع الكوتش ومع بس بنختلف من وجهه نظرنا، لكن في الاخر عندنا المعيار هو صاحب الحق. صحيح. انا عايز اقول ايه، ما ينفعش ان احنا نبقى عايشين هذا هذه الحاله من الانقسام والاستقطاب في كل شيء، ان ناس كل واحد يطلع يقول لك عايزين مش عارف ايه ويطلع يردد ما فيش جديد انت بتشوفه غير في الالفاظ، لكن كل عناصر الاحتقان موجوده، موجوده على شاشات وموجوده على وسائل الاعلام المختلفه، اللي اضيف اليها عامل في منتهى التاثير والقوه الفاعليه السوشيال ميديا. عايزين لو دعمنا المبدا، لو دعمنا النظام، كل ده هينضبط. النظام بيقول ايه؟ المؤسسه الاجهزه الاداريه المنفذه، يعني مؤسسه بمجالس اداره بتعمل سياسات، السياسات ينفذها الاجهزه التنفيذيه. الاجهزه التنفيذيه ما تجيش، ما فيش واحد من الاداره العليا ينزل الى المستوى التنفيذي مهما كان شانه، ما تسمليش ده اصل ده مشرف وده لا، ده هو اذا حلقه صله عشان ياخد القرارات في المجلس، مش عشان يملي املاءات للاجهزه التنفيذيه. وبالتالي تقدر تحاسب وتقدر تراقب وتقدر تعاقب وتقدر تجازي وتقدر تكافئ، وتقدر يبقى اللعيب فاهم انه ما يلفش يكلم فلان، انه ما يعملش اللي هو عايزه، عارف ان فلان هيدافع عنه، انه ما يعملش حاجه عشان هو مستهدف يتم المبالغه فيها وعقابه بشكل مبالغ فيه. فالناس بقى تقول لك هو بينفضوا ليه على المنتخبات؟ ليه بينفضوا على المدرجات؟ ليه الناس مش مطمئنه؟ المناخ نفسه، المناخ، الناس مش مطمنه له، عنصر الثقه مش متبادل. لكن احنا لو في شفافيه في كل شيء، ما تشتغل بشفافيه يا سيدي، جيب الكتالوج اللي الاتحاد الدولي بقاله 20 سنه بيقول لك نفذه، السلامه الماليه، اظبط الاداء، كل واحد يعمل اللي عليه، كل واحد يقول مصادره ايه، كل واحد يشتغل على قد دخله، كل واحد يحاسب بشكل واضح وشفاف، الاجهزه تدعم طول ما هي مطبقه نظام، لو خرجت عن النظام تتحمل النقد، ما فيش حد بره النقد، ولكن من خلال الجمعيات العموميه اللي هي دي الـ 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 ما هو الجمعيه العموميه على فكره خلي بالك هي في الاخر جماهير. النهارده الجمعيات العموميه الانديه الشعبيه تحديدا وصلت لعشرات مئات الالوف. ايوه. فانت بقت راي عام. انت يعني مش انت بره الحساب يعني، ولكن بتحاسب بالمعيار اللي الناس مش شايفاه. قدم نفسك، قدم تقريرك، قول رؤيتك والناس تحاسبك عليه. اتمنى ان احنا نعدل الهرم، وان قمه الاولاد بتاعتنا تترتب صح، وان الاعلام ياخد موقف واضح من كل القضايا. انتماءاتنا ممكن لا يمكن تلغيها، ولكن عليها ان تتوارى امام المصلحه العامه. ده كلام مهم جدا في هذه الحلقه اللي هنشوف ابرز ما فيها من عناوين. عموميه في حب الاهلي، ترشيحات الكاف وملك الانتصارات، المنتخب والمونديال اصل وصوره، الشناوي والقفاز الذهبي، واخيرا شوبير عتاب واعتذار. ده مضمون حلقه النهارده، لكن في البدايه خلينا نقول مبروك لفريق كرة السلة للبنات في النادي الأهلي، اليوم فاز ببطولة كأس السوبر بعد تفوق كبير جدا على فريق الجزيرة 72-43. المباراة كانت في صالة الدكتور حسن مصطفى في أكتوبر، وشهدت أداء قوي جدا من جانب لاعبات النادي الأهلي منذ البداية. يمكن الفترة الأولى انتهت 27-14، والثانية 48-26، والتالت 64-37، وانتهت المباراة بنتيجة 43-72.
عشان يحقق الفريق أول بطولة ليه في هذا الموسم، وبيعوض فيها خسارة دور المرتبط الأسبوع اللي فات، واللي كان على أثرها الكابتن محمود الخطيب التقى هذا الفريق من يومين. كابتن طارق خيري المدير الفني شكر اللاعبات وأشاد بهذا الأداء القوي، وقال طارق خيري أنه كابتن خطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات من خلال جلسته الأخيرة معهم قبل 48 ساعة من المباراة، وقال أنه الفريق هيبذل قصارى جهده في الفترة القادمة للفوز بكل البطولات وتعويض الجماهير عن ضياع دور المرتبط. الدور المرتبط هو الغريب شوية. أنت السنة اللي فاتت يعني تفوقه كان ملحوظ جدا. أيوه. المعادلة ما كانش فيها نادي سبورتنج. نادي سبورتنج قدر يخش بقوة جدا في الماتشين بتوع الفريق الأول على نفس الصالة. أيوه. من عدة أيام استطاع أن يفوز على النادي الأهلي مرة يعني تاني مرة على نفس الصالة. أيوه. اللي أنا عايز أقوله المرتبط عمل اللي عليه، لكن الفريق الأول أدى مباراتين، الأولى سيئة جدا، الثانية لحد الثلاث فترات كان متفوق ب 15 بونت. حدث شيء ما كانش حد في حالته. النهارده وكأن اللاعبات يعني جراء هذه الجلسة مع وده حرص الكابتن الخطيب يعني، ده اللي بقوله لك. هو النادي الأهلي بيشتغل إيه؟ من أجل إسعاد الجماهير. أيوه. قال لهم إحنا عملنا لكم كل حاجة، كل اللي طلبتوه حققناه. انتوا اين انتم يعني من هذا؟ خدتوا كل البطولات السنه يعني اللي فاتت، يعني ما ينفعش نبدأها كده. كل ما تاخدوا دعم نخسر بطوله. فطبعا كان يعني فوز مهم جدا باول بطوله تخش، ولعل الكابتن طارق يكون حط ايده على الاسباب بقى. يعني حتى النهارده اللعيبه المحترفه سمعت انها، لان انا ما شفتش الفترات الاخيره، كنا في الاستوديو بنجهز، لكن سمعت ان المحترفه ادت ماتش من يعني يكاد يكون افضل ماتش لها في كل الاحوال. بس انا كالعاده لا تخلو مباراه في اي لعبه من اصابه مقلقه لحد من اهم عناصر الرعب. الوليلي خارجه بتعرج وبتنط على رجل واحده. حد يطمنا يا جماعه، يقولوا لنا ايه الاصابه من فضلكم، لان برضو يعني حاجه مزعجه جدا ان كل لعبه. طبعا المباراه دي برضو تالقت فيها بنت نادر السيد اللي انتقلت الينا هذا الموسم. وكان بالمناسبه بيشجعها في الصاله. ايوه. فاهي في الكادر معنا نادين السلعه. ايوه. مكسب بكل تأكيد. أكيد. احنا عايزين نقول حاجة يعني، إذا هذا هو الاحتراف، أنت شفت مصلحة بنتك فين وبنلام ما تندمش. طيب سرية محمد نجمة الفريق الحقيقة قالت أنه كابتن نادر أهو بيتصور مع بنته مع أول يعني فوز لها مع أول كاس. سرية كمان قالت أنه شخصية الأهلي كانت وراء هذا التتويج، وقالت أنه الفريق استعاد مقومات شخصية الأهلي، وقالت إن الشخصية كانت حاضرة بقوة في المباراة، كان عندنا تركيز شديد وكان عندنا إصرار ورغبة على تحقيق اللقب. قالت إن الفريق تعامل مع المواجهة باحترام شديد، وقال إنه كان فيه روح عالية في الأداء. قالت إن اللقب تحقق في ظل صعوبات بالغة بسبب تلاحم المباريات وجود حالة من الإجهاد الشديد، وقالت انه الاهلي عنده اصرار كبير على الفوز بكل بطولات الموسم لتعويض خساره دور المرتبط. نتمنى هذا. لان يعني طبعا هيبقى التحدي باستمرار مباراته مع سبورتنج. سبورتنج مختلف تماما عن الموسم الماضي، معاه محترفه بسم الله ما شاء الله. أيوه. قويه جدا، ويعني اعتقد ان احنا خلاص فهمنا نلعبهم ازاي، بس يبقى نمشي على نفس الوتيره من اول ثانيه لاخر ثانيه. لان التراجع في اخر وقت ده يمكن يكون فعلا كابتن طارق لما قال الاجهاد ممكن يكون سببه الاجهاد. طيب مبروك لفريق كره السله للبنات. كمان فريق كره القدم بقى بدا التجهيز للمباراه المهمه مع مديامة الغاني
اللي هتكون مساء السبت ان شاء الله في استاد السلام. من امبارح بدا الفريق تدريباته، والنهارده واصل التدريب، وبكره ان شاء الله الثلاث هيكتمل الفريق بوصول اللعيبه الدوليين اللي هم وصلوا النهارده الصبح، لكن خدوا اليوم راحه، ومن بكره هينتظموا. ويكون كمان اليو ديانج وصل بعد مشاركته في مباراه مالي. ويوم الاربعاء الصبح هيجي بيرستاو بعد انتهائه من مباراه لجنوب افريقيا عشان يكتمل. خد رجل المباراه مع المنتخب بتاعه، احرز هدف. ايوه مؤثر بيرستاو. طيب ده التدريب بكل العناصر. و مارسيل كولر في بدايه بقى بعد الاسبوع الراحه، ايه اللي انت تستشفه وتقراه من هذه البدايه؟ انا قلت لك ان هو شان اللعيبه، لانه بيذاكر كتير جدا. ممكن يكون كان مرهق ذهنيا، كان محتاج للاجازه دي. عايزين نشوفه، وعايزين نشوف الامور المنطقيه اللي كان بيعملها السنه اللي فاتت. وعايزين نشوف احساس اللعيبه بان كله عنده فرص. وعايزين نشوف ان فعلا في زي ما كنا الفريق يعود الى التلاحم، يعود الى انكار الذات، يعود الى الجماعيه، يعود انه يعرف ان مفيش حد احسن من حد في الفرقه دي غير بالاداء. فالفرصه قدام اللعيبه تسترد الثقه، وقدام كولر ان هو يعني يورينا بعد الراحه كيف سنستعيد المستوى. طبعا شايفين حسين الشحات وامام عاشور الاثنين انتظموا من امبارح في التمرين، وخلاص يعني كل التركيز مع الفريق في الفتره ديت. النادي كان حريص جدا انه يعرف الاسباب. ويبدو انه حصل تواصل. ويبدو انه برضو الموضوع مش هيكبر زي ما الناس عايزه. او ما هوش كبير زي ما الناس شافت. او ان في خلفيات خلت ان يعني المدرب يعني اكتفى بان طب خلاص انتوا مش مركزين معايا الماتش ده، يبقى الماتش ده ايوه ما هواش موقف يعني بالظبط، ما هوش عقوبه. ايوه وده اللي وصل للنادي الاهلي تقريبا، المعنى اللي وصل للنادي الاهلي. ايوه ومن ثم عايزين نقف عند هذا الحد. ومن ثم هما الاثنين اللعيبه دول برضو ما تعيشوش نفسكم في توتر ملوش لازمه. انتوا لعيبه كبيره جدا، مش هتتقيموا ماتش بماتش يعني. انتوا لعيبه، انتوا الاثنين بالذات يعني لعيبه كبار يعني. وشان كل لعيبتنا اللي بيسترد مستواه ملوش منافس لا داخليا ولا خارجيا في افريقيا. شايفين في التمرين يمكن اكرم توفيق بيشارك في التمرين بعد ما اطمن الجهاز الطبي على حالته من الكدمه اللي كان خدها في الركبه في مباراه سيمبا، والحمد لله سليم وشارك بشكل كويس. شارك كمان محمود متولي وعمرو السليه، وكانوا موجودين في تدريبات الفريق قبل التوقف عشان يكتمل عقد الفريق بالكامل. يمكن لو شفتوا جزء من التمرين هتلاقيهم واحد واحد، سواء كريم فؤاد او اكرم توفيق او بقيه العناصر، الكل جاهز للمرحله الجايه. لا يبقى الا علي معلول اللي بينهي برنامجه التاهيلي، وان شاء الله خلال يوم او يومين يدخل كوره كمان. رضا سليم طبعا المصاب بعد ما اتعمل جراحه في الكتف بيواصل برنامجه التاهيلي، والدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق قال انه هيجري اشعه تانية لرضا سليم الاسبوع اللي جاي علشان يشوف تطورات الحاله بعد الجراحه، خاصه انه مسموح له يؤدي التدريبات البدنيه في الجيم وفي الجري للحفاظ على الحاله العضليه بتاعته. طاهر محمد طاهر نجم الفريق اكتفى بأداء جلسة للعلاج الطبيعي في الجيم خلال المران، ووصل تدريباته بعد كده مع الفريق. الحقيقة المباراة في استاد السلام وبداية دور الأبطال، الأهلي في الكاس السوبر، في مباراة السوبر مع اتحاد العاصمة. وانا ليه بقول لكم ده؟ لانه دي شهاده حق من عبد الحق، شهاده الحق من عبد الحق بن شيحه او بن شيخه رئيس المدير الفني لاتحاد العاصمه. الراجل الحقيقه بقول له انت خدت البطوله من الاهلي، فقال شهاده حق عن الاهلي تبين فعلا انت قيمتك ازاي عند المنافسين. هنشوف بس
عبد الحق بن شيخه وبعد كده نسال المهندس عدلي. لعبت مباراه كبيره جدا مع النادي الاهلي في كاس السوبر الافريقي، ودلوقتي كانت ترشيحات معظمها رايحه للنادي الاهلي، كونه حقق بطوله دوري ابطال افريقيا وكثير من الانجازات الموسم الماضي. كيف تعاملت مع النادي الاهلي في هذه المواجهه، وكيف استطعت الفوز بهذه البطوله امام النادي الاهلي؟ اولا شوف خويا، لعبنا فريق كبير، لعبنا فريق عالمي، بدون يعني غرور او بدون واحد يقرا بين الخطوط. انا دغري هكذا كما تقولوا انتم، انا نتكلم اللي عندي في قلبي نقوله. نظن ان الفريق الاهلي المصري كل لعبنا 10 مرات ممكن ننهزموا 9 وتبقى لنا واحده. اذا عندنا حظ نص حظ لعبنا في هذيك المباراه. انا نظن هما يعني ما كانوش محضرين، لا بالعكس كانوا حاضرين، لكن كانوا شويه مستهزيننا، يعني جايين للمباراه وكانهم ربحينها قبل لعبها. نظن هذا هي تفكيري. لكن كانت مباراه تكتيكيه كبيره. اذا تشوف محمد هاني او تشوف معلول كم من اوفر عملوا ما تلقاش الحساب. اذا تشوف عاشور امام قداش من كره بتسها ما تلقاش الحساب. اذا تشوف الشحات، اذا تشوف كهرباء، اذا تشوف سليم، هذو كلهم كانت عندها بطبيعه الحال الانسان يشوف القوه تاع الفريق اللي راح يلعب ضده. وبالنسبه للقوه تاع الفريق اللي راح نلعب ضده نحسن القوه تاعي انا في اللعب ديالي ونغلق المفاتيح تاع الخصم. ممكن ربي سخر نجحنا مره ممكن، لكن هذيك المره فيها ستر كوب، فيها كاس سوبر، ماشي ما نربحوهاش ما نلعبوهاش كل سنه. عكس فريق الاهلي المصري. اولا لازم نعرف قيمه هذا الكلام، ما تقالش في اطار ما يعرف بالحرب النفسيه او التكتيك النفسي قبل المباراه. ده اتقال بعد ما كسب. كان يقدر يقول لك درسناهم دراسه جيده واستطعنا ومش عارف ايه، ده الكلام اللي بيتقال هنا لما اي فرقه تتعادل مع فرقه كبيره مش تكسبها حتى. واللعيبه كانوا رجاله والكلام ده، لا الراجل اتكلم قال لك لو لعبتهم 10 مرات يكسبوا 9 واكسب المره دي. المره دي كسبتها لان انا اشتغلت بشكل تكتيكي ان انا اقفل على المفاتيح، وهم ما كانوش يعني شايفين ان الماتش صعب علينا عليهم يعني. واثقين. فكان وهو انا دايما اقول لك عدوك انت. يعني دايما الخوف على الاهلي من الاهلي. يعني اذا كان الاهلي يستطيع ان يقدم مستواه وان يقدم رؤيته وان يقدم جماعيته ويقدم التزامه قدام اي منافس 85% يكسب. وبعدين تسيب ال 15% للعناصر الاخرى وتوفيق. احترم النادي الاهلي وما زال يحترمه وقال لهم لا، هو احنا كسبنا المره دي السوبر، طب الاهلي شوفوا كم كسب كم مره وهيكسب كم مره. مش هتجيلي كتير ان انا ارفع السوبر. مدرب راقي واقعي، ولكن الحقيقه هو يحترم الاهلي قبل وبعد تحقيق الانتصارات ويعطيه حقه، ولازم الناس تشوف الاهلي كده. وانا بقول لك دائما بطولات الماتش الواحد هي بتحتمل مثل هذه النتائج. ده كلام مهم جدا يا جماعه، حبينا نعرضه في التوقيت ان انت بتستأنف مرحله جديده مع الفريق وبتبدا بطوله جديده من خلال دور المجموعات مع مدياما الغاني في دوري ابطال افريقيا. لما تخسر لقب السوبر الافريقي لازم أن تعرف المنافس بتاعك اللي كسب ليه. هو عنده احترام شديد جدا للاهلي، عدد مفاتيح خطوره الاهلي الكتيره، قال لك انا همسك مين ولا مين ولا اواجه مين ولا مين. بس في النهايه زي ما المهندس عدلي اشار، اخطر حاجه على الاهلي هو الاهلي نفسه. انت المنافس القوي ليك، لانك لو احتفظت بشخصيتك وقوتك وتركيزك واصرارك وروحك، لا بنسبه تزيد عن 85% هتتفوق. الفوز والهزيمه دي بتاعت ربنا حسب ظروف الجيم، لكن انت حتى مع ريال مدريد وانت محتفظ بشخصيتك كنت ند وقوي ومحترم في الملعب. اخطاء فرديه دفعتنا لخطا معين خلاص،
لكن لما تلعب مباراة السوبر وانت بطل دوري الأبطال وعندك إحساس بالتفوق، انت بطل دوري الأبطال، انت اللي موجود في الفاينلز السنوات الأخيرة باستمرار، انت الضيف الدائم على كأس العالم للأندية وبتلعب مع بطل الكونفدرالية. قال لك الأهلي ما تحضرش كويس للمباراة ديت، وده اللي أنا استغليته كاتحاد العاصمة. وقال لك جات لي فرصة إن أنا أرفع كأس، مش كتير هتجيني فرصة تاني بينما الأهلي بتجيله كل بس سنة. بس يا أستاذ إبراهيم، كلمة الأهلي ما تحضرش كويس إحنا قلناها، قلنا سببها أيوه مش بس الاستهانة بالخصم، إنك ما جيتش من خلال مسابقة، أنت ابتديت الموسم بيها. بيها. آه، فما كنتش في أحسن حالاتك يعني. ده حتى ده كان يراعى برضه ان انت ايه تمهد له، لان انت فجاه فعلا مع نهايه فتره الاعداد دخلت في مباراه قويه. لكن هي الماتش الودي يعني يعني فكانت تحتاج في كل الاحوال هو درس. وزي ما ثقافه الاهلي لما بتخسر لقب تبقى عارف انت كسبت ليه، ولما تخسر لقب لازم تعرف انت خسرته ليه، لان فعلا دي ما بتتكررش كتير. الاهلي وتحدث عن الاهلي هنا مش الإدارة العليا، إدارة الفريق واللاعبين، إذا أخذوا بالأسباب ونفذوا المطلوب وعناصر تفوقهم وهم عارفينها، الجماعية والالتزام والاهتمام والتركيز، الجدية من أول دقيقة لأخرها، تستطيع حتى أن تتحمل بعض الأخطاء التحكيمية. أيوه، دي كانت رسالة مهمة جدا. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي وهو بيكسب بيحط ايده كويس على اسباب تفوقه، لما بيتعثر بيدور ويبحث ويشوف هو تعثر ليه. اذا كنا هنينا فريق البنات على الفوز بكاس السوبر في كره السله، كل التوفيق لرجال كره السله للاهلي غدا ان شاء الله بمباراه المرتبط نصف النهائي مع الاتحاد السكندري. الناشئين تحت 18 سنة هتكون المباراة الساعة 3 العصر في برج العرب، والكبار الساعة 8 مساء، والإياب هيكون يوم الخميس. هتتلعب المرتبط في تمام الساعة 3 العصر أيضا في القاهرة، ومواجهة الكبار هتبقى الساعة 8 مساء. واتحاد كرة السلة حدد الساعة المسموح بيها في صالة برج العرب، 500 مشجع لكل فريق، وأسعار التذاكر 50 جنيه للتذكرة. هتلعب مباراة الذهاب الثلاث والإياب الخميس زي ما قلت لكم. الأهلي صعد لهذا الدور بعد الفوز المستحق على الزمالك في المباريات الأربعة، الاثنين الكبار والاثنين الناشئين تفوق الأهلي فيهم على الزمالك، سواء في المباراتين اللي اتلعبوا في صالة نادي الزمالك أو المباراتين اللي اتلعبوا في ملعب الأهلي في صالة الدكتور حسن مصطفى. الأهلي والاتحاد مواجهة نارية شديدة الصعوبة. آه يعني الاهلي يدوبك استعاد لمحه وريحه من الاهلي اللي احنا متعودين عليه في ماتشاته مع الزمالك. ايوه، لكن ده مش معناه ان احنا نطمن. يعني المباراه تحديدا بتاعه الاتحاد السكندري في اسكندريه، ايوه، هتدينا المؤشر بقى النادي الاهلي ناوي على ايه. كل التوفيق ان شاء الله لرجال كره السله. ده كمان بس كالعاده. كالعاده سيف سمير اصابه. اصابه في الركبه هتمنعه مده طويله. يعني مفيش فرقه، مفيش ماتش بيعدي الا لما الاهلي بيفقد عناصر مهمه في كل الالعاب. حاجه غريبه جدا جدا جدا. طيب، ده الموسم السله، سواء الفوز البنات او انتظار مباراه الرجال ان شاء الله تعالى. لكن كان هذا الأسبوع موعد مع عمومية في حب الأهلي، الجمعية العمومية العادية للنادي في انعقادها السنوي لمناقشة واعتماد الحساب الختامي والتقرير النشاط الرياضي وميزانية النادي، وأيضا بنود جدول الأعمال. الانعقاد الأول كان يوم الجمعة، الانعقاد الثاني يوم السبت. السبت صحة الانعقاد 10% أو 5000، لكنه لم يحضر حسب تأكيد أو إحصاء الجهة الإدارية غير 3034 عضو فقط. وبالتالي فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في اعتماد جدول أعمالها. كابتن الخطيب
يمكن وجه كلمة للجمعية العمومية يا باشمهندس، وكانت اللقطة كرسي نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق شاغرا بجوار رئيس النادي. تاني وتالت وعاشر وكل يوم وكل لحظة كل دقيقة ندعو للأستاذ العمري فاروق بالشفاء يا رب من كل قلوبنا يا رب إن شاء الله. لكن هذا المشهد يا أستاذ إبراهيم مش غريب. أنت لو تذكر عندما حدثت الدربكة في إعلان نجاح المجلس في بداية الدورة قبل الماضية وحجب الإعلان عن منصب النائب فوزه برضو المجلس كان بيجتمع والكرسي شاغر استنوا لحد ما رجع. هذا هو الأهلي وهذا التقليد. بصوا بالصدفة ورا الكرسي في الخلفية كلمة إيه؟ مبادئ وتطوير. مبادئ مبادئ طبعا. خلف كرسي الأستاذ العمري مبادئ. إذن الأستاذ العمري هنا هو الحاضر الغائب. أيوه. مش الغائب الحاضر. أيوه. الحاضر الغائب. أيوه. حضوره بالكرسي الشاغر كان طاغيا. لدرجة إن كان مؤثرا على كلمة الكابتن محمود الخطيب. أيوه. وبعد ما نسمع الكلمة هقول لك حاجة تخص هذا الموقف. نشوف الكابتن محمود الخطيب وهو يتحدث عن السيد العمري فاروق في كلمته أمام الجمعية العمومية في انعقاد لم يكتمل قانونا. الحقيقة احنا النهاردة في شخص عزيز علينا جدا، أخونا العمري فاروق. العمري ربنا يشفيه إن شاء الله وينجيه ويعافيه بإذن الله. هو مش في وسطينا النهاردة لكن هو مكانه موجود. العمري الحقيقه تعرض ل يعني شيء ألمنا جميعا. احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في الله سبحانه وتعالى من خلال دعواتنا جميعا ومن خلال دعوات حضراتكم اللي انا الحقيقه بطلبها منكم. العمري محتاج الدعاء، الحاله صعبه ومحتاج إن شاء الله إن شاء الله النهاردة في تحسن ملموس بسيط، محتاج دعانا دعائكم كلكم ودعاء كل الناس اللي بيسمعونا. كل زمايله في مجلس إدارة وكل أعضاء النادي الناس كلها بتسأل عليه والناس كلها بتروح للمستشفى. امبارح من خلال ابنه إبراهيم وإخواته خالد وهشام والده ووالدته أنا كنت معاهم مع كل أعضاء المجلس وطلبنا تقرير كامل لغاية امبارح عن كل اللي حدث بالنسبة لموضوع العمري. والتقرير ده جالنا وكل صور الإشاعات، والحقيقة أنا بعتها على طول للدكتور اللي كان عمل لي عملية أنا في المخ سنة 2012 في ألمانيا في هانوفر في ألمانيا. وإن شاء الله هو رد النهاردة الحقيقة رد مختصر المساعد بتاعه وقال إن اللي اتعمل في مصر الحمد لله كله محدش يقدر يعمل أكتر من كده، ولكن هنلاحظ الحركة وبعد كده هنشوف إن شاء الله إذا كان في اتجاهات أخرى في العلاج بإذن الله. النهاردة اليوم الأحسن، نتمنى بإذن الله أن كل يوم يبقى أفضل إن شاء الله. أن يتصدر هذا الكلام كلمة السيد رئيس النادي بعد نفوذ المجلس بصلاحيات الجمعية العمومية، أنا بقول أن ده بيعكس أولا مدى تماسك هذا المجلس، مدى إحساسه ببعضه، مدى كمان أنك أنت تبقى تقديرك لأصحاب العطاء الحقيقيين وأن القيم الإنسانية تسبق كثيرا الاعتبارات الأخرى، اعتبارات مصلحة الإدارة، اعتبارات تنافسية، اعتبارات مش عارف إيه. أنا هقول لك حاجة، الكابتن الخطيب كان يخطط أن يأتي هذه الجمعية يحضرها وأن يستأذن، لأنه مطلوب منه منذ عدة شهور أن يخرج في أجازة طويلة راحة كاملة. راحة كاملة، وأنت لو تذكر لما راح أيام معسكر الإعداد ووقع.
هو كان تعرض لغيبوبه. وقالوا له انت بقى في ظل الاستريس والضغط والمجهود اللي انت بتبذله ده، العلاج يعني مش هيجيب النتيجه اللي احنا نأملها بسرعه. وهو كان يحقن، وبالمناسبه هو كان ميعاد الحقنه بتاعته قبل الجمعيه العموميه بيوم. استأذن وكلم الدكتور المستشفى انه يأجلها لبعد الجمعيه العموميه. هيروح ياخد الحقنه او راح خدها وراجع يستأنف لانه ما قدرش ياخد هذه الاجازه لما فوجئ بغيبه الاستاذ العمري فاروق. هو كان يعول علي كثيرا، وكان الراجل شايل شيله محترمه بمنتهى الكفاءه والمسؤوليه. هو المجلس الحقيقه طبعًا يعني، بس طبعًا هو بصفته نائب الرئيس، رئيس المكتب التنفيذي والاكثر خبره. صحيح، هو يعني ده وزير الشباب يعني. نتمنى له الشفاء، نتمنى عودته السريعه، نتمنى للكابتن الخطيب انه بقدر الامكان يستطيع ان يوفق بين عدم تخليه عن مسؤولياته التي ينتظرها منه الجميع، وحرصه على الوفاء بهذه الالتزامات والمسؤوليات، وبرضه التزامه ناحيه صحته واسرته، والتزام كل محبيه يعني، واللي يعولوا على يعني بقائه في حاله صحيه جيده ومستمره لصالح نفسه كانسان واسرته وصالح النادي الاهلي. فانا بس بقول لك هكذا يعني الناس بتحس ببعضها، والناس بتشيل، والناس بتتعامل، وايضا زي ما قلت في الاخر كل ده عشان ايه؟ الأهل. عشان النادي الاهلي، ومن اجل اسعاد جماهير الاهلي. كل الدعاء بالشفاء ايضا للاستاذ طارق انديل. استاذ طارق انديل عضو المجلس غاب عن هذه اللقاء مع الجمعيه العموميه لظروف صحيه اخرى يعالج منها ان شاء الله تعالى، وقريب يرجع يواصل عمله باذن الله. طيب، النادي الاهلي من خلال القافله اللي سيرها الى غزه بيعد ايضا لقافله ثانيه خلال ايام قليله. كابتن محمود الخطيب للجمعيه العموميه تحدث عن هذا الدور. كمان ظروف قاسيه جدا جدا علينا احنا بقى كلنا كعرب ومصريين، بس مصريين وكعرب جميعا، اخواننا واهالينا واولادنا في غزه في فلسطين. الامر اللي بيحدث اللي العالم كله بيتفرج عليه ده امر عجيب. الناس اللي في العالم الاوروبي اللي بيتكلموا على حقوق الانسان، اين حقوق الانسان بقى مع غزه ومع اهالينا في غزه ومع اطفالنا ومع ستاتنا؟ هم فين؟ مش سامع حس حد فيهم. باذن الله، باذن الله النصر قريب لاهالينا باذن واحد احد ان شاء الله. النادي الاهلي من الشيء الطبيعي، وده دوره، دوره الوطني ودوره مع كل اهالينا في العرب. النادي الاهلي خصص ايراد مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني، خصصه لصالح اهالينا في فلسطين في غزه، وطلعت اول قافله من خلال النادي الاهلي، اتحركت الحمد لله امبارح الساعه 7 الصبح. وكمان مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية بتحضر دلوقتي قافلة تانية إن شاء الله تخرج في خلال أسبوع 10 أيام، قافلة تانية من خلال بقى مؤسسة الأهلي. ده أمر من حق كل إنسان عربي على النادي الأهلي لتاريخه. النادي الأهلي لازم يكون مشارف كل هذه الأحداث، وإحنا الحقيقة شايفين دي حاجة بسيطة جدا وحاجة قليلة جدا، لكن لازم هنساعد ولازم هنقف، واذا نقدر نعمل حاجات اكتر من كده احنا مش هنتاخر ابدا. عن الدور الانساني مش بس فيما يخص النادي الاهلي واعضائه ومسؤوليه، لا، الشعور الحقيقي مش تعاطف، دي مشاركه كلنا عايشينها في بيوتنا. أيوة. لحظه بلحظه. انا عايز اقول لك كلنا في بيوتنا الناس مش سايبة لا التليفون ولا التلفزيون، عايزين يقروا خبر في أي لحظة ربما
يطمنهم على الوضع حرفيا على مدار الساعة. أي يعني ساعات بنكلم بعض ما نسمعش بعض في البيت، كله مركز وكل واحد يسمع حاجة جديدة، يا جماعة حصل كذا كذا كذا، ونبعتها لبعض. المعايشة دي معناها ايه؟ ان هذه قضيتنا انسانيا قبل ان تكون حتى قضية، سيبك بقى هذا العالم المتناقض الشرس الذي لا يعرف الا انه يحط النظم اللي يستفيد منها هو بس، مجلس الامن علشان يحقق له اهدافه هو، يشرعن له شره، في كمان في العراق دمر العراق، في مش عارف ايه في سوريا دمر سوريا، وبعد كده ما لقيناش حاجه. وبعدين ايران مش عارف ايه، لا روح اديلها سومها واديلها قرشين تدي ظهرها للموضوع كله. احنا عايشين كذبه بقت مفضوحه مكشوفه. حقوق الانسان الغربي هو كده. التكييف صعب عليك وعلي. طبعا. لكن انا عايز بس اقول حاجه، ما يقدمه النادي الاهلي هو يعلم انه نقطه بحر الاحتياجات، وانه لن يفي ولن يعبر عن اسهام كبير، ولكن اسهام كبير المعنى، لانه راس حربه بيقود وراه حركه ملهمه تساعد على تجميع المزيد من الاهتمام ومزيد من الدعم. ايضا عايز اقول لاهلينا في غزه، احنا كاهلي الذي يعبر عنه معظم الشعب المصري، او هو يعبر عن معظم الشعب المصري، يشعر بكم. هذه رساله انا بقول لكم رمزيه، مباراه سيمبا يعني هتعمل ايه، لكنها رمزيه. التبرع بالدم هيعمل رمزيه، ولكننا كلنا بنقول مفيش خرم في مصر مش متعاطف معكم، واحنا الاهلي من خلال ما يمثله من قاعده جماهيريه شعبيه، ولنا من نود ان نطمئن عليهم ايضا من اصدقائنا في غزه. ايوه بنحاول ان احنا نطمن عليهم. ايوه وبنسمع اخبار مؤلمه من خلالهم، اللي فقد اسرته واللي فقد ناسه واللي بيلملم ما تبقى له من افراد عشان يحاجي عليهم وحتى يخرج بيهم من الظروف. الاطفال في ظروف نفسيه استاذ ابراهيم مرعبه. اي مرعبه. كل دعاء. ما هو احيانا عندما تيأس من البشر لا ينصفك الا الخالق، الجأ الى الخالق، هذا وقته، هو وقته في كل وقت، لكن ما احوجنا اليه الان. ده كلام مهم جدا. نصر الله غزه وحمى الله فلسطين. في ختام الاعمال اليوم اللي خاص بالجمعيه العموميه، اعلن الدكتور سيد حزين مدير الشباب والرياضه في القاهره المشرف على انعقاد الجمعيه العموميه النصاب القانوني وموقف الانعقاد. الجمعية العمومية تحديد النادي الأهلي لعام الثاني 22-23 في اليوم الأول الجمعة الماضي 17/11/23 الذي يطالب يطلب بحضور الأغلبية المنتخب بما لهم حق الحضور والبالغ عددهم 187,680,000 على سؤال إجمال الموقعين للكشوف في اليوم الأول 232,000 وذلك على تثبيت نقص المادة 41 لائحة النظام الأساس، وعليه تم تأجيل الاجتماع لجلسة أخرى اليوم السبت الموافق 18/11/23 في تمام الساعة 7 مساء. تم حصر عدد الموقعين للكشوف، تتبين أن عددهم 3,034 ولم يبلغ 5,000 وهو العدد المطلوب لساعة الرقابة الجمعية العمومية. Yeah.
2023 المنعقدة في الساعة 18-18-20. يعني عايزين هذا، يعني احنا ليه بنعرض دي؟ احنا بنجيب لكم الناحية الشكلية اللي من خلالها تم تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العمومية فيما يتعلق بجدول الأعمال المعروض عليه. طيب، هذا الانعقاد وهذه أو هذا اليوم اللي ما اكتملش انعقاد ومن الناحية القانونية والشكل اللي حصل فيه عبر عنه الزميل سيف زاهر، نشوف شاف هذه الجمعية ازاي. النادي الأهلي كل يوم بيدي درس في الأخلاقيات والمبادئ، جيل بيسلم جيل. اللي حصل النهاردة هو مشهد جديد يدرس في مبادئ النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي كان عنده جمعية عمومية، في الجمعية العمومية عمل لقطة مش هنشوفها أو ما شفتهاش في تاريخ حياتي غير في النادي الأهلي. نشوف كده الصورة مع حضراتكم عشان نشوف الموضوع إيه. ده حضراتكم كرسي الأستاذ العملي فاروق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، وفضل كرسيه فاضي والمجلس كله موجود. العمري النهاردة هو الحاضر الغائب. الغائب الحاضر في النادي الأهلي كان ممكن في أي مكان تاني الكرسي ده ما يبقاش موجود، واللي جنبه يضم واللي جنبه يخش والكراسي تتوسع وتبقى يعني إن شاء الله بإذن الله يرجع بالسلامة وخلاص. ولكن احنا كلنا نعلم ان الاستاذ العمري في حالته الصحيه النهارده مش موجود في الجمعيه، ولكن مجلس اداره نادي الاهلي النهارده برئاسه الكابتن محمود الخطيب حب النهارده يشرح للناس ان هي دي مبادئ النادي الاهلي. يظل مكانك موجود ويظل كرسيك موجود مش بس في قلوب الناس، لا، لحين ان شاء الله باذن الله انها ترجع بالسلامه. ومفيش كرسي بيتقدم على كرسي لحد ما تقوم وترجع بالسلامة. دي مبادئ سنين، ممكن تكون لقطة محدش يقف عندها، وممكن تكون لقطة تعدي، ولكن في الانتخابات وفي المجالس وفي المنافسة وفي الصراع وجود المبادئ أحيانا بيبقى قليل قوي. ولكن في الأهلي، الأهلي غير وهيفضل طول عمره غير، لأنه زرع المبدأ في سنين، زرع التاريخ في سنين. فعشان كده كل يوم بيدرس منهج جديد. يعني هذه المواقف احنا بنعيشها، ولكن هي بتلفت نظر من هم يرون المشهد من الخارج. ايوه، توقف عندها الكابتن سيف زاهر والمشهد لا تراه الا في الاهلي. طبعا احنا نتمنى ان نراه في الرياضه بشكل عام، التقدير والامتنان والاحتفاظ يعني لكل واحد بقيمته ودوره. هو ده المبدأ والرسائل المغلفة اللي هي غير مباشرة ولكنها ليها نتائج مباشرة فيها معاني كتير. ولذلك أنا تاني وتالت يا جماعة، ده ليس عشوائيا وليد الصدفة، حبوا الأهلي كما وجدتموه. هناك من ينادي بأن طوروا، احنا نطور في الأداء ولكن لا نطور في القيم والفلسفة، إنما أدواتنا في التعبير عن فلسفتنا وعن أخلاقنا وعن قيمنا ممكن يحدث فيها تطوير، لكن لا يمكن نطور القيم إزاي؟ القيم هي أساس كل شيء ناجح. وخلي بالكم، أي واحد بيقول لك هو ما زالت هي نغمة موجودة وما زالت، واللي ما بيحبكش طول النهار يقول لك هي دي، هي دي قيم الأهلي، هي دي مبادئ، هيتجننوا. سيبك أنت، مش هيجننوا من انتصاراتنا، مش عارفين يحصلوا الانتصارات. ولكن كلمة المبادئ دي عاملة ارتكارية شديدة جدا لناس، عشان كده بقول لكم يا جمهور الأهلي ما تشربوش اللي بيقدم إليكم، ما تلتقطوش الطعم، حافظوا على هذا العنصر الذي لا يستطيع أحد أن يستحوذ عليه لأنه عمل 120 سنة. أيوة. هو ده الأهلي وهي دي دروسه ومبادئه. كل الدعاء بإذن الله تعالى
للأستاذ العمري من قلوب كل الأهلوية وكل محبيه وكل الناس الحقيقة، ناس والله بيكلموني من الكعبة. يمكن عدنان الدليمي صديقنا الراجل الدكتور العراقي، راجل عراقي بلجيكي، بيكلمني الفجر امبارح أو أول امبارح، قال لي أنا في الحرم، أنا قدام الحجر الأسعد عمال أصلي لله وأدعو للأستاذ العمري فاروق. متابعة أو رجل العراقي، الكابتن الخطيب قالوا الأستاذ العمري محتاج دعواتكم والدعاء يغير الأقدار، فكل الدعاء بإذن الله تعالى للأستاذ العمري فاروق ولكل مريض بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الأهلي، لأنه الأهلي الحقيقة مع كل موسم يكون هو اللي عليه العين باستمرار، وانتصاراته وبطولاته بترشحه لكل أوسكار ولكل تقدير. ترشيحات الكاف وملك الانتصارات. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لما أعلن عن المرشحين القائمة الشاملة وثم القائمة المختصرة لاختيار الأفضل في القارة في عام 23 قبل حفل التكريم اللي هيقام في المغرب إن شاء الله يوم 11 ديسمبر المقبل. كان الواضح والبارز يا باشمهندس هذا الحضور الأهلاوي المميز في كل فئة من فئات أنت تتحدث عن الأفضل داخل القارة. أيوة. وهنا لما تستعرض خارج القارة مفيش من مصر غير محمد صلاح. طيب. إنما داخل القارة أنا بس يعني داخل القارة الوجود الطاغي للنادي الأهلي. أيوة. طيب. المرشحين بقى لجائزة الأفضل، أفضل لاعب في أفريقيا من المحترفين في خارج القارة. القائمة فيها العشرة: محمد صلاح نجم مصر وليفربول، أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان، ساديو ماني نجم السنغال المحترف في النصر السعودي، سفيان مرابط لاعب المغرب المحترف في مانشستر يونايتد، يوسف النصير المغربي لاعب أشبيلية، ياسين بونو المغربي لاعب الهلال السعودي، رياض محرز الجزائري لاعب الهلال الأهلي السعودي، فينسنت أبو بكر الكاميروني لاعب بشكتاش التركي، فيكتور أوسيمين النيجيري لاعب نابولي، وفرانك أنجوسيا الكاميروني لاعب نابولي. يتلاحظ محمد صلاح على رأس القائمة، لكن حضور مغربي لافت لأشرف حكيمي أربعة وسفيان مرابط وياسين بونو و رياض محرز الجزائري أربعة: أشرف حكيمي، سفيان مرابط، ياسين بونو، أشرف حكيمي، ويوسف النصيري. يوسف النصيري أربعة. ده يعكس قوة أسود الأطلس في هذا العام، بالذات لأنه كان لهم حضور قوي جدا على الساحة الدولية في كأس العالم. في كأس العالم ده منطقي جدا. أيوة. واثنين من الكاميرون فينسنت أبو بكر بشكتاش وفرانك أنجوسيا نابولي. أنا الحقيقة حد يقول لي فينسنت أبو بكر إيه الأمارة يعني؟ يعني إيه الإنجازات اللي ممكن تزوده مثلا عن تريزيجيه؟ طب ما تخليني أسألك إن لم يكن محمد صلاح اللي بنتمناها طبعا، إن لم يكن صلاح فمين من دول تتوقع ياخدها؟ هي واضحة مغربية. هو بص مغربية مغربية عشان نتائج كأس العالم. أي. لما تبص بقى كأحسن حارس مرمى ياسين بونو عمال الراجل يعني الحضور طاغي جدا، لكن ايضا اشرف حكيمي اسمه بيتردد في مجالات التألق باستمرار، دوره كان مؤثر مع المغرب انما ومع باريس سان جيرمان ما باريس سان جيرمان ما عملش حاجه وليفربول ما عملش حاجه لما تقول يعني هو وصلاح ميزان النادي ولا ساديو ماني عمل حاجه. لا ما ساديو ماني حتى واخد بالك اتجاهه للدوري السعودي، فهو هتبص تلاقي المنافسه مغربيه غالبا يعني مع وجود مزاحمه من رياض محرز وعلى يعني ومحمد صلاح عنده حظوظ برضه لان محمد صلاح عمال يحطم ارقام قياسيه ويسترد مستواه، بس هو بقى
هتوضع نتائج الشهرين الاخرانيين دول في الاعتبار ولا لا؟ طيب يعني هي ما بين اشرف حكيمي وسفيان مرابط ويوسف النصيري الثلاثي المغربي، يمكن ياسين بونو شويه لانه حارس مرمى. لا انت بتحط هيخش رياض محرز عشان برضه ما تقدرش تتجاهل نتائج مانشستر سيتي. طيب اللاعبون المرشحون لجائزه الافضل داخل القاره بقى، شوفوا قائمه العشره فيها كام اهلي. على راسها محمد الشناوي حارس المرمى الكبير، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، علي معلول. ما شاء الله المقاعد الاربعه الاولى للاعبي النادي الاهلي. فيستون مايلي الكونغولي لاعب بيراميدز، يحيى عطيه الله المغربي لاعب الوداد، يحيى جبران المغربي لاعب الوداد، بيتر شالوليلي الناميبي مهاجم صن داونز، وايمن محبوس لاعب اتحاد العاصمه الجزائري، وزين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمه ايضا، اتحاد العاصمه بطل الكونفدراليه وبطل السوبر. يعني نخش منه اتنين يا استاذ ابراهيم، ده دليل اتحاد العاصمه جاي من بعيد قوي وجايب جايب جداره يعني. تتوقع ايه؟ لا يعني لا يمكن تتجاهل اداء الشناوي، لافت للنظر. ايوه كاحسن لاعب. ولا تتجاهل انجازات محمود كهربا. ايوه. واهدافه المؤثره. وعلي معلول، يعني الاربعه بتوع الاهلي وبيرشي تاو اتوقف عنده شويه لانه ايضا نتائجه مع صن داونز مع منتخب بلاده مؤثر جدا مع منتخب بلاده. لكن انت بيتر شالوليلي ده، هل ممكن في الزفه المغربيه بقى يحيى عطيه الله او يحيى جبران من الوداد؟ مش هيدوا داخل وخارج المغرب. ما اظنش. لان يعني هو يحيى عطيه الله لافت النظر جدا. لا وهو كمان يعني بطل دوري الابطال الاهلي وبطل الكونفدراليه اتحاد العاصمه، فبالتالي منطقيا ان واحد من الاثنين، وغالبا الاهلي بين كهربا والشناوي ربما تكون هي المنافسه. الرباع بتاع الاهلي عنده حظوظ مع بعضه. لكن اكثرهم تأثيرا عشان حتى مع المنتخب ممكن يكون الشناوي. طيب افضل نادي في افريقيا، الاهلي، الوداد، صن داونز، يانج افريكانز، واتحاد العاصمه. قائمه الخمسه خد بالك مش داخل فيها الدوري الافريقي، البطوله الجديده اللي اتعملت مش داخله فيها، تفرق كتير. فبالتالي الاهلي بطل دوري الابطال، اتحاد العاصمه بطل الكونفدراليه والسوبر. انا شايف ان ممكن تبقى بين الاهلي واتحاد العاصمه. ما انت واخد منه اتنين لعيبه. ايوه يعني هو اتحاد العاصمه واخد لقبين، بطل كونفدراليه وبطل سوبر. يعني واخدهم من مين؟ من انديه عريقه يعني. طيب الحراس الافضل في القاره دي برضو فيها خناقه جامده قوي، محمد الشناوي وياسين بونو، ادوارد مندي السنغالي حارس الاهلي السعودي، اندري اونانا الكاميروني حارس مانشستر يونايتد، ويليامز الجنوب افريقي لاعب صن داونز وسائد ضربات الجزاء. ويليامز، هل بص بالترتيب كده الثلاثه الاوائل شناوي ياسين بونو ادوارد مندي الثلاثه الاوائل؟ ايوه. لكن انت قلت لي هنستبعد الدوري الافريقي، الدوري الاخراني ده. ايوه البتاع، فيبقى الثلاثه دول بينهم يعني. طيب بس انت، ما هو ياسين بونو مترشح خارج القاره وداخل القاره، ما لو خدها خارج القاره هياخدها داخل القاره ولا هي لا ما هو ده ترشيح حراس المرمى.
زي الشناوي. ما هو الشناوي مرشح احسن لاعب ومرشح في فئه الحراس. ممكن تفرق بقى لو حد منهم خد هناك مش هياخد هنا. مش معقوله بقى تدي كل الالقاب يعني. طيب المدربين تبقى متناقضه. المدربين مارسيل كولر مدرب الاهلي، توم ستانفيت مدرب جامبيا، اليو سيسي مدرب السنغال، وليد الركراكي مدرب المغرب، وعبد الحق بن شيخه مدرب اتحاد العاصمه. هتبقى برضه أيوة. في رايي بين كولر لو بنتائج كولر لا دي محسومه لوليد الركراكي. بس اصبر علي انا هقول لك بس حاجه. ولكن الركراكي وما فعله في كاس العالم حسن لا يمكن تغضي. ما يبقاش مرشح وبقوه جدا. صحيح. اما عبد الحق بن شيحه هو عمل برضه يعني جالك من المجهول عمل بطولتين. فهم هيبقوا الثلاثه دول التنافس بينهم تقريبا. دي اقرب واحده محسومه علشان الانجاز النوعي الكبير اللي عمله وليد الركراكي ان انت توصل بالمغرب لنصف نهائي كاس العالم. اعتقد انجاز لمدرب يزكيه جامد. فتبقى ما بينه وبين مارسيل كولر وعبد الحق بن شيخه. وتبدو فرص الركراكي افضل. طيب مع ترشح مارسيل كولر لابد ان احنا نهتم بالارقام والانجازات اللي حققها المدرب السويسري، لانه كمان خدوا بالكم حاجه، ده سنه اولى اهلي. هي قيمة اللي عمله مارسيل كولر ويقتحم قائمة المرشحين الخمسة، ده لإنجازاته مع الأهلي في اللي خلته باستمرار مطروح بقوة. قائمة المدربين الأكثر تحقيقا للانتصارات في 2023، لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر 46 فوز في المباريات، جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي 40 فوز، مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 40 فوز. يعني ما عشان كده بقول لك هو ده يا جماعه قيمه الأهلي ان بتفرض مدربه مارسيل كولر مش بس تحقيقا للعدد الالقاب والبطولات اللي عملها في اول موسم، لا عدد الفوز بالمباريات في هذه السنه 40 فوز يناطح بها جوارديولا. اعتقد دي قيمه الأهلي. أبل فيريرا مدرب بالميراس عنده 39 فوز، أندرسون موريرا لاعب مدرب سبورت ريسفي عنده 39 فوز، خوان بابلو فيفودا مدرب فورتاليزا عنده 38 فوز، أنشيلوتي مدرب ريال مدريد 37 فوز. فأنت وجيسوس مدرب الهلال نفس الشيء 37 فوز. فإن أنت تدخل تبقى مارسيل كولر 40 فوز تدخل بيها قائمة الخمسة، أعتقد ده ترشيح قوي يعكس قيمة الأهلي وتأثيره في ارتفاع أسهم المدربين. عاش الأهلي طبعا. أفضل منتخب في أفريقيا تبدو محسومة تماما. القائمة الخامسة فيها المغرب والسنغال وموريتانيا وجامبيا وغينيا الاستوائية. ملوش منافس. يعني أسود الأطلس بدون منافس. أفضل لاعب شاب في أفريقيا المغربي عبد الصمد الزلزولي، ولا كمان المغربي بلال الخنوس، ولا السنغالي لامين كامارا، ولا السنغالي أمارة ديوف، ولا البوركيني دانجو كواتارا. الزلزولي. الزلزولي. بفتكر كلامي بإذن الله. لا طب ده هي كده يعني اللاعب المغرب حال ممتاز. كان من الطبيعي إنه الحفل يكون في المغرب. يعني هو المغرب ده دليل ان مفيش نتائج عشوائيه. ايوه. مفيش حاجه اسمها هرم مقلوب. في اداره معمول حسابها متحكمه في زمام التخطيط. مشروع متكامل. وتراقب التنفيذ بدقه. اين نحن من هذه القضيه البسيطه الهامه الصعبه؟ مشروع متكامل لكره القدم في المغرب اثمر كل هذه المكاسب. في كل على فكرة يمكن احنا بس عشان متابعين المنتخب الأول أو متابعين الوداد والرجاء، لا ده الكرة الشاطئية والصلاة كرة الصلاة السيدات كرة السيدات منتخبات الناشئين حتى على مستوى الأندية، لأنه تسمع متحزلق يقول لك
ما هو البطولات الافريقيه ضعيفه لانه كمان المغرب منتخب ومعتمد على المحترفين في الخارج. لا، المغرب كان عنده 4 لعيبه اساسيين في قائمته في كاس العالم من لاعبي الوداد، وكان عنده من الجيش الملكي، وكان عنده من الرجاء قبل كده. بالاضافه لانك انت ما تجربه الوداد وتجربه الجيش الملكي ما فرض وجودها ونهضه بركان، ما هي فرض وجودها بقوه في السنوات الاخيره على مسابقات الانديه في القاره. استاذ ابراهيم، زي ما يكون المغرب دي بتطرح مواهب. انت لما تشوف المواهب الشابه اللي طلعوا الخناقه، هم يلعبوا لمنتخبات اوروبا ولا المنتخب المغربي؟ ده في لعيب طالع في برشلونه، ما هو ده مشروع محمد السادس. هو الراجل لما حب بعد 98 يعملوا نهضه في الكوره، وبعد ما خرجوا بدري قوي، بقول لك عمل حاجه زي العصف الذهني. الملك جمع كل نجوم الكوره، بودربالا صديقك وتيمومه وغيره وغيره، عدد كبير من نجوم الكوره، قولوا لنا نعمل ايه؟ فقالوا له البناء يبدا من تحت. اللي احنا متكعورين فيه عمل ازاي؟ النهارده باعت جاي، انت بتخسر الماتش اللي فات من 2005 بتخسر 3-0 من تونس، وبتتعادل 1-1 مع ليبيا، وكنت مغلوب. بدأ راح جايب في المشروع بتاعه كل المدربين لعيبه الكره السابقين المغاربه اللي شغالين في اوروبا، 10 15 واحد اللي منتشرين في اسبانيا وفي فرنسا وغيره، وعينهم في هذا المشروع اكاديميات محمد السادس، وعملها بدأها بالرباط ومراكش، وبعد كده في الدار البيضاء واغادير، وكل شويه يعمل فرعين ثلاثه. كل المهمه انتقوا من الاقاليم عناصر موهوبه جدا ورعوها، اللي ينتقل لنادي محلي ماشي، واللي سافر بره ماشي. فكان المنتخب المغربي اللي تالق في كاس العالم في الدوحه منه 5-6 لعيبه نتاج هذا المشروع. طيب انت عندك مشروع النهارده وبرضه بتوجيهات رئاسيه من اعلى مستوى لاكتشاف المواهب عبر مصر، واخد امكانيات ماديه واعلاميه ضخمه جدا. هننتظر بقى كيف يتم التعامل مع المنتج. هي دي، مش انك تكتشف المواهب يا استاذ ابراهيم، المنتج ده هتتعامل معاه مين اللي هيدربه؟ شوف انا لسه بقول لك، بخطه ولا هسيبه بقى ايه اللي يدفع يشيل، ولا هتوجهه الانديه بنظره ضيقه؟ ايوه، لابد ان احنا نرى مردود هذا المشروع على المنتخبات، المنتخبات الناشئين في حاله يرثى لها. ايوه، احنا كويس قوي اللي بنوصل دورات اولمبيه، ده نتاج عمل فردي من انديه، لانه بالاضافه الى اكاديميات محمد السادس في رعايه الناشئين وتدريبهم كويس قوي، ثم اتاحه الفرصه لاحترافهم خارجيا او داخليا. لا، انت كمان جاب واحد مسؤول مالي كبير يعتبر زي وزير الماليه، فوزي الاقجع كان رئيس نادي نهضة بركان، راح ممسكه رئيس اتحاد الكرة المغربي أو الجامعة الملكية المغربية، وفتح له بقى اعتمادات كبيرة. فضلت المغرب الدوريات بتاعتها عندها روابط محترمة جدا، منضبطة جدا، عندها لوائح، عندها نظام عام اتكلمنا كتير في تفاصيله، لكن المغرب يملك مشروع قوي جدا في كرة القدم. أديكوا شايفين جزء من ثماره في هذه الترشيحات اللي أعتقد موضوعية جدا جدا، لما أكثر من نصف هذه الجوائز يذهب إلى المغاربة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف بقى حكاية منتخبنا الوطني. كفش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الأهلي وشفنا حظوظه في هذا الأوسكار الأفريقي، لكن تسع مجموعات في تصفيات كاس العالم، ومنتخب مصر ضمن التسعة الأوائل في التصنيف الأول، يجي على رأس هذه المجموعة الأولى فيفوز فوز كبير على جيبوتي في الجولة الأولى 6-0، ويسافر يلاعب منتخب سيراليون في ليبيريا ويفوز 2-0. ده الأصل في الأمور وفقا لمستويات المجموعة.
لكن الصورة الحقيقة اللي كانت ملفتة جدا في ظل حالة الانفلات اللي موجود في ليبيريا وفي فراغ أمني لأنه في انتخابات رئاسية، هذه اللقطة بصوا، مشجع ليبيري لابس فانيلة ليفربول، فده من عشاق ليفربول ومحمد صلاح. بصوا هيقع، صلاح بيسنده وعبد المنعم جاي بسرعة أو بيبعدوا عنه، بس عبد المنعم جاي بسرعة يحمي صلاح. بص الحكم كمان نداله، الحكم الكونغولي بيضحك. خطورة الموقف أستاذ إبراهيم، أنت مش عارف ده جاي يعمل إيه؟ أنت اكتشفت إنه جاي يعني ونازل والماتش شغال، أنت ما أنتش عارف. هو يمكن اللي هدأ المسألة عند صلاح إنه كمان لابس فانيلة ليفربول فجاي بحب يعني بس لا قدر الله لو ماسك حاجة طبعًا عايز يأذيه طبعًا كان أذاه. ولذلك انا شوف بقى عندنا هنا بس بص على اللقطه الاولانيه، شوف الحكم نداله بيضحك، الحكم بيضحك يعني خدوا بالكم، ده واحد اقتحم الملعب طبعا في ظل فراغ، لانه حتى السفير المصري قبل المباراه بيوم كان قال ان احنا حذرنا الجانب الليبيري انه مش هينفع كده، لانه واضح انه الامن مش موجود وعندهم انتخابات رئاسيه، فمحدش فاضل الكره، ودي مباراه تخص سيراليون ما تخصهمش هم. هي بتعكس قيمة محمد صلاح على مستوى أفريقيا والعالم يعني. الناس أنت عارف هو لما وقع عايز يبوس رجل صلاح، وصلاح بيبعده لأنه هو بص يعني أيا كان كون واحد يوصل يدخل الملعب ده خطر طبعا، الحتة دي لا يوصل لحد اللاعب بالطريقة دي ما هو المرة الجاية ما تبقاش عارف هو عايز يعمل ايه. صحيح صحيح، بقى عايز يعمل ايه؟ عايز يحتضنه، عايز يقول له اديني فانيلتك بعد الماتش، عايز ياخد اللقطة، عايز. انما في كل الاحوال هذا امر شديد. استنى، شفت هتافات وتجمع للجماهير مو صلاح مو صلاح حوالين الفندق؟ طبعا طبعا، يعني مكانة كبيرة قوي، مكانة كبيرة جدا هناك ويعني وليبيريا رئيسها لعيب جورج ويا كان احسن لعيب في العالم بس جورج ويا بقى عشان يبقى رئيس جمهوريه عمل ايه؟ 8 سنين يدرس سياسه ويدرس لغه ويدرس علاقات وبيدرس عشان يتحول الى العمل السياسي، ما اعتمدش على شهرته اللي هي في بلاد زي افريقيا كانت ممكن تبقى كافيه. عايز يعمل حاجه كبني ادم سياسي بقى. هو دخل الانتخابات الاخيره بس يبدو ان هو لم يوفق. معلش انت ممكن تعمل كل ده وما تكونش انت المناسب في الاخر لمشاكل بلدك او لطموحات بلدك او يجي واحد تاني عنده رؤيه يستحوذ على ثقه اكتر منك. مش بالضروره يعني ان انت تبقى عشان مشهور او لاعب كوره او نجم سينمائي. طب ما ريجن كنجم سينمائي بقى رئيس امريكا، بس هو ما نجحش كنجم سينمائي برضه، انخرط في السياسه مده طويله من خلال الحزب حتى شوزنيجر بتاع كمال اجسام ده كان حاكم كاليفورنيا المشاهير. ترامب كان مصارع غالبا. ترامب ده شر الدنيا كلها. لكن انا عايز اقول لك انك انت اذا استغليت شهرتك بطريقه علميه وتثبت انك جدير بالثقه ممكن تاخد فرصه. استمرارك هو اللي بيقول نجحت ولا لا. فكل الاحوال اللي عايز اقول لك احنا ازاء ظاهره غير مسبوقه للاعب كره مصري يبقى عنده المكانه، هذه المكانه الافريقيه والدوليه اللي ارجو انها نستفيد منها اذا اراد صلاح بعد انه ما يبطل يفيدنا بقى بالخبره الاحترافيه بتاعته دي ويرجع بلده بقى ويشتغل. طب شوف الصوره دي اهو، رايح علشان يمسك رجل صلاح، دي اوضح خالص. واخد بالك انت استشفيت من هذا؟ لا هو قال يعني حوار اللعيبه لما هو عايز يقبل عشان كده صلاح يعني استنكر يبوس رجله، مفهوم كده ومنطقي. يا جماعه يعني طب بص بقى، لعيب الكوره اللي يوصل الى هذه المكانه في الادغال يعني وبرضه خلي بالك ان المكانه دي اللي بيقدمه صلاح بيقول انه يتمتع بقدر كبير من التواضع، لان واحد غيره كان بقى في حته تانية في كل حاجه بقى. الناس هنا تتكلم هو كابتن ليه وبياخدوا رايه ليه؟ امال ياخدوا رايه مين؟
يعني ياخدوا راي مين يعني؟ يعني لعيب هذا هذه المكانه وهذه الخبره وما وصلهاش الا من خلال شخصيه سليمه وذات عزيمه وهو ملهم ومثل اعلى، عايزين للقارة ايه؟ للقاره كلها عايزين ايه؟ في وقت ما بدري انا كنت شايف انه لا كان في ناس ممكن تبقى كباتن عليه، النهارده انتوا بتناقشوا ايه؟ ان المدرب ياخد رايه؟ لا يجي ياخد راينا احنا. ما هو لازم ياخد رايه. الراجل ده شاف كل حاجه في الكوره. انا عايز اقول لك على حاجه، واحنا في كاس العالم في روسيا في الشيشان في العاصمه جروزني، طوال فتره اقامه بعثه المنتخب كل العمارات الكبيره والحافلات الحكوميه صور محمد صلاح. الرئيس الشيشاني دعا المنتخب المصري عشان احتفاء غير طبيعي بمحمد صلاح، يعني في 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 جروزني. واحنا حسن حظنا انه الراجل يعني بشكل كبير كده انسان وعلى خلق ونموذج شرفنا. طب انا ممكن اسال سؤال؟ ده ساله لي صحفي صديق سعودي صالح الخليف رئيس او مدير تحرير جريده يعني الرياضيه. يعني صالح؟ جريده الرياضيه. قال لي يا اخي انا نزلت مصر ده السنه اللي قبل اللي فاتت، كنت متخيل ان انا هلاقي صور صلاح في كل حته، عيني ما وقعتش على صوره واحده. هل احنا مش محتفيين لا 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 بصلاح؟ لا هو في جانب حقوق في الامر. هي مش ملصقات بتتلزق كده على الحيطه. هي بيبقى يعني لما صلاح نزل اسمه على الطياره لما تحط صورته على طياره المنتخب اتعملت مشكله، الوكيل بتاعه عمل لنا مشكله كبيره. فالناس واخده الامر بحذر شويه. لكن هو صورته اهم بتبقى على الحيطان، هي صورته في القلوب. صلاح يعني مكانه لا يمكن ان ينازعها او يشكك فيها احد، يعني اذا كان هذا الرد يكون مناسب يعني. طيب محمد صلاح السوبر هاتريك في المباراه الاولى قاد المنتخب للفوز وتصدر المجموعه. اصبحنا عندنا 6 نقاط من انتصارين. غينيا بيساو احنا جبنا بس الظاهره بقى جبنا 8 اجوال احرزهم صلاح وتريزيجيه. بالظبط. لا يعني احرز منهم صلاح وتريزيجيه 6 اهداف. ايوه. طيب زي ما انتم شايفين غينيا بيساو الثاني بعد مصر ب4 نقاط، كسبت ماتش وتعادلت ماتش. بكره هتلعب اثيوبيا وبوركينا فاسو. اعتقد الفرقتين برضو من الفرق اللي ممكن يقاوحوا معانا شويه، فمباراتهم مع بعض هتبقى مهمه. هتبقى قريبه. ولاحظ حاجه، اثيوبيا كل واحد عنده نقطه من تعادل في الجوله الاولى. اثيوبيا عندها كلين شيت. ومصر عندها كلين شيت. لكن بكره اثيوبيا هل هتحتفظ بشباكها يعني نظيفه ام تستقبل اول هدف؟ طيب منتخب مصر رجع النهارده زي ما قلت لكم وخلاص هيتاهب للكاس الامم الافريقيه. انا بس عايز اقول حاجه. اتفضل. احنا قبل المباراه برضو عشان واحنا بنتكلم دايما وبننقد بعد المباراه بشكل مختلف قبل المباراه. ايوه. قبل المباراه كنا عمالين نقول ايه من المهم والمهم جدا ان اول مباراتين بالذات نكسب مصر تاخد الستة بونت. ومصر لعبت قبل كده فرق دون المستوى وما خدتش نقاط المباراه كامله. النهارده انت خدت نقاط المباراه كامله. الماتشين لا يعبران عن سير المباراه. الستة صفر مش كافيه حسب مجريات الامور، كان ممكن ان تتضاعف في المباراه الاولى امام جيبوتي، والاثنين صفر كان من الممكن ان تشهد مفاجاه لو لم يتالق الشناوي، نظرا لان حصل حاجه غريبه جدا يا استاذ ابراهيم. الدفاع المصري في كل في كل اختبار سرعه، يعني هم ما بيهجموش هجمات منظمه، وكان بيلجا له الكور الطويله على الجنبين او في العمق. يجي اللعيب واللاعب المدافع المصري اقرب الى الكره ويسبقه. ولولا يقظه، انا لما بقيم الشناوي مش بقيمه على التصديات فقط، لان التصديات هو بيعمل اللي عليه وربنا بيوفقه، لكن انا بقيمه على التحركات. بعض الكرات لو لم يخرج في توقيت سليم فيها خارج منطقته وبسرعه الوجبه
كانت هددت مرمانا بشكل خطير جدا. إذن قرارات الشناوي لا ساعدت على الاحتفاظ بالكلين شيت. طيب محمد صلاح لعب 93 مباراة مع منتخب مصر بداية من عام 2011 حتى الآن، رصيده مع المنتخب 93 مباراة، سجل فيهم 53 هدف ونجح في تقديم 30 تمريرة حاسمة. روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي حقق الفوز ال 11 مع منتخب مصر من 13 مباراة، وده رقم جيد جدا منذ توليه المهمة. وصل مسيرته المميزة مع الفراعنة بالحفاظ على سلسلة الانتصارات في المباريات الرسمية. منتخب مصر مع فيتوريا لعب 6 لقاءات رسمية في تصفيات أمم أفريقيا والمونديال، فاز بيهم كلهم والأهم بشباك نظيفة في 5 مباريات. سجل معاه المنتخب 17 هدف واستقبل هدف واحد. فيتوريا بشكل عام يقدم أداء مقنع. أيوه. مش قوي، مش أفضل حاجة. هو ماتش الجزائر كان نقطة تحول إيجابية بقى. ما هو يقابلها كان ماتش تونس قبلها. بص يا أستاذ إبراهيم. التحول الجزائر. هو أنت لا، حتى في الرسمي، كل الرسمي الماتشات اللي لازم يكسبها كسبها. ودي نقطة مهمة جدا. إنك أنت ما تخفقش في ماتش المفروض تكسبه. أيوه. ولذلك أول ماتشين كانوا مهمين جدا. احنا ونحن بعد المباراه ننشد الكمال بنقول الكلام اللي احنا بنقوله ده، لكن هو بالنسبه للاهداف حقق الاهداف من المباريات. طيب فيتوريا عادل رقم هيكتور كوبر وباب برادلي بالفوز في 3 مباريات خارج الارض، ليصبح الثلاثي فقط ضمن 9 مديرين فنيين حققوا هذا الانجاز منذ رحيل كابتن حسن شحاته في عام 2011. النجم المتألق اللي مش واخد حقه. باب برادلي ده واحد من أهم المدربين النجوم الحقيقة. النجم المتألق اللي زي ما قال إبراهيم سعيد إنه مش واخد حقه إعلاميا، محمود حسن تريزيجيه. سجل أول ثنائية له مع الفراعنة في مباراة واحدة. تريزيجيه رفع رصيده من الأهداف ل 14 هدف بفانيلة المنتخب في مختلف المنافسات، منها 6 أهداف في عهد فيتوريا. وخاض تريزيجيه 7 مباريات تحت قيادة المدرب البرتغالي، ساهم في 8 أهداف وسجل 6 وصنع هدفين. خاض منتخب مصر مباراته الثالثة. خليني أقف شوية عند تريزيجيه، يعني لعيب ما شاء الله عليه. لازم نقف قدامه. منذ عودته السنة دي من الإصابة يعيش حالة من التألق، سواء مع ناديه أو مع المنتخب. يؤدي أداء جيد جدا وأداء مؤثر جدا. أيوه. من خلال نضج شديد في التحرك، انت لما تشوف الجون الاولاني اللي جبناه في سيراليون الكره كانت تكون ميته. ايوه. هو احياء بالاندفاع. صحيح. والتوقع والتصرف من اول لمسه وغمزه وهو بيجري قدر يلمسها فاحرز الهدف. ايوه. لو وقف، لو سند، لو فكر، لو وجه، كان الكره دي ممكن ما تجيش. فتريزيجيه مؤثر جدا، وهو بشكل عام لعيب ملتزم. يعني انت دلوقتي كمان خلي بالك ان تريزيجيه في الفترات الاخيره يعني مرموش بنفسه. ايوه. وتريزيجيه مش ممتعد. دي العظمه بقى، تكون لعيب زي تريزيجيه بوضعك واقدميتك وخبراتك ومكانتك. بالعكس كلامه كله روحه حلوه قوي. روحه حلوه. وعشان روحه الحلوه الناس بتتمنى له الخير. صحيح. يعني بتبقى انت فرحان وهو بيوفق. صحيح. طيب منتخب مصر خاض مباراته الثالثة مع سيراليون، حقق الفوز الأول ليها على هذا الفريق بعد ما كانت عادل في مباراة وخسر واحدة. الأخطبوط محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وتحت قيادة روي فيتوريا لعب 11 مباراة منهم 6 مباريات رسمية، خرج بشباك نظيفة في 8 مباريات واستقبل هدف واحد. منتخب مصر في التصفيات كأس العالم 2026 سجل 8 أهداف حتى الآن، ساهم محمد صلاح في صناعة 6 منهم وسجل 4. ده حصاد رائع جدا، لكنه منتخب مصر طوى هذه الصفحة مؤقتا وبيستعد إن شاء الله ابتداء من مطلع يناير اللي جاي لكأس الأمم الأفريقية في أبيجان، هيستهلها في لقاء موزمبيق يوم 14 يناير، و18 هيلاعب غانا، و22 هيلاعب الرأس الأخضر.
دي الثلاث مباريات لمصر في الدور الأول في الأمم الأفريقية في أبيجان يناير اللي جاي، وطموح الفراعنة في تحقيق لقب إن شاء الله تعالى يتحقق. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف مجموعة من الخبراء والمحللين شافوا أداء المنتخب امبارح إزاي. أهلا بحضراتكم من جديد. بعد الفوز المهم للمنتخب امبارح الناس انقسمت في الرأي، ناس كتيرة شافت إنه المهم تكسب وإنه مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب، وده شعار برضو يعني اخطف واجري بمنطق تجاري. يعني اكسب، المهم تكسب، بس لماذا لا تلعب؟ لماذا لا تلعب؟ يعني حطيت شرط اكسبها ما تلعبهاش؟ يعني وهو المنطق يقول ان انت لا، انت المفروض تلعب عشان تكسب، او مش هتكسب الا لما تلعب. لا يعني المفروض تكسب بجداره. بجداره يعني ايه؟ انني استحق الفوز. بس الاداء، شكل الاداء ايه؟ الاداء مش جميل، في اخطاء ممكن على فكره. ممكن تلعب تكتيكيا حلو تكسب ومش اداء جميل. الاداء مش جميل، ده اللي انا قصدي عليه. هو بس ماتش سيراليون انا ما توقعتش ان اتعرض لكل هذه الخطوره. بس الله يرحمه الكابتن محمود بكر كان يقول لك سيراليون، توفى هو عمره ما نطقها صح ابدا، كان بينطق سيراليون. طيب كابتن عماد متعب نشوف رؤيته لفوز المنتخب كان ازاي. مكسب مهم جدا جدا. الغرض الرئيسي والاساسي ان انا اجمع نقاط عشان اوصل كاس العالم، دي بتبقى اهم نقطه. الاداء بيبقى في المرتبه الثانيه، لان انا في الاخر هي النقاط هي اللي توصلني مش الاداء. على ما اعتقد منتخب مصر النهارده خرج باهم حاجه من المباراه وهي الثلاث نقاط. ايوه. غير كده دي رساله وجرس انذار كبير جدا جدا للمباريات القادمه بالنسبه لمنتخب مصر. وبالذات المباريات اللي هتكون خارج مصر، خارج القاهره، اللي بره ملعبنا، لان احنا شفنا النهارده منتخب سيراليون منتخب على فكره غير اللي احنا كنا متوقعينه تماما. منتخب منظم بيلعب كوره. بالظبط، منتخب منظم جدا جدا جدا، منتخب عمل خطوره كبيره جدا على منتخب مصر. الشناوي النهارده واحده من اروع اللقاءات بالنسبه لمحمد الشناوي، عمل تصدي لاكثر من كوره واحنا قاعدين قلنا جوان. ايوه. فتخيل ده كله حصل في الشوط الثاني ومنتخب مصر بيلعب زياده واحد. ايوه. فتخيل الاهداف دي كانت داخل. تخيل الكره اللي في بدايه الشوط الاولاني ضربه جزاء كانت حسبت. تخيل ما كانش فيه كارت احمر بالنسبه لمنتخب سيراليون، كانت الامور بالنسبه لنا هتبقى صعبه جدا. فعلى ما اعتقد ان منتخب مصر النهارده عمل مباراه فنيا مش احسن حاجه، لكن مهم جدا ان انت وانت فنيا مش في احسن احوالك تقدر تحقق المكسب. موضوع ان الفريق يبقى ناقص واحد وانت بتلعب بهذا التراخي مسيطرين، شكلنا مستحوذين، لكن كل مره هم كانوا، ما هم مش هيروح لك بهجمه منتظمه، هو هيروح لك بكرات طويله كلها عدت، كلها تقريبا عدت. طيب ده المنتخب الاول والحديث يطول عنه، لكن منتخب الشباب يا جماعه للإنصاف وللأمانة اتحاد الكرة اتأخر كتير قوي في تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات. اختار الكابتن وائل رياض شيتوس لمنتخب 2005 قبل بطولة في شمال بطولة شمال إفريقيا في تونس ب 15 يوم. اضطر وائل شيتوس يشكل الفرقة على عجل، ما عملش معاهم أي فترة إعداد، ما تعرفش عليهم، ما عملش معسكر. لكن الحقيقة اللي يحسب له اختيارات هتبقى ترشيحات الأندية، اللي يحسب له الشجاعة الكافية اللي كانت عنده اللي خلته يقول لهم لا أروح أشارك. اتحاد الكرة كانت في ناس بيقولوا له بلاش الريسك ده، قال لهم ما دام في بطولة موجودة ألعب، أروح ألعبها عشان أشوف الناس، أختبر اللعيبة اللي معايا وأشوف ايه مشاركتهم في اول مره يروحوا منتخب زي كده. لما تلاقيه اتخضوا في مباراه ليبيا واقفين بيعترضوا على الحكم عشان كره لينا، فريق الليبي قام لعب الكره ورايح جايب جون خطف. ما انا بقول لكم يعكس ان الولاد لسه صغيرين ما خدوش اي فرص احتكاك ولا اي خبرات. يعني عايز اقول انت جون بعد كده انت جبت جون بدل ما يحتسب ليك وقت بتتكلم جابوا جون، وقت بتتكلم التاني راح جاب جون ورجعت قدرت تتعادل بعد كده.
في ماتش الجزائر الحقيقه تمسكنا وعملنا ماتش كويس قوي وكسبنا 3-0. ماتش تونس، فريق تونس اللي كسبنا 4-2 امبارح ده يا جماعه فريق متجمع بقاله سنتين اتنين، لعب في المرحله السنيه الاصغر، وصل لنصف نهائي كاس العالم وخرج من قدام البرازيل. فتونس فريق قوي جدا ومستقر وشغال زي الفريق المغربي برضه اللي هنلعبه في المباراه الختاميه، واعتقد هتبقى مباراه صعبه علينا. اول 3 اجوان جم في 5 دقائق، ده البنالتي وبعديها في نفس الدقيقه الجون الثاني، يعني في اول بعديها بدقيقه جون، يعني 3-4 دقائق النتيجه بقت 3-0. قله خبره، لكن خدوا بالكم الكولات صغيرين، الاتحاد اتاخر قوي في انه يديهم الفرصه، فيهم عناصر كتيره كويسه وفي عناصر ممكن التجربه بينت ان هم ما يستحقوش، بس ما كانش شيتوس هيعرف يفرز ويغربل الا بناء على مشاركه زي كده. بطوله قويه جدا، لكنه الفوز بيها او الفوز فيها ما هوش المعيار. عايز افكركم انه منتخب مصر في مرحله سابقه اللي كان بيقوده الكابتن محمد وهبه راح كسر الدنيا في بطوله شمال افريقيا وخد البطوله، بس اول ما جه يحتك رسمي في تصفيات كاس العالم خرجنا، ما تاهلناش. فالماتشات الوديه في مثل هذه البطولات اتعملت علشان تقدر تستكشف قدراتك وتشوف شكلها عامل ازاي. لسه المغرب برضه هيبقى يعني ماتشنا الاخير مع المغرب بكره صعب علينا، بس اتمنى ان الولاد يخرجوا، لانه حتى في ماتش تونس بعد ما اتاخرنا 4 قدروا يرجعوا ويسجلوا هدفين وروحهم لغايه النهايه كانت كويسه. فاتمنى ان ما حدش يقسو عليهم، لان دي مجرد مشاركه هم اتظلموا فيها هم وجهازهم، لانه اتشكلوا قبل البطوله بايام، لا اتدربوا مع بعض ولا لعبوا معسكر ولا خدوا اي مباراه وديه. لكن اعتقد التجربه لا باس بها، بشرط انها تتقيم بشكل موضوعي بعد نهايتها. هل اختيارات شيتوس كان فيها مجاملات؟ هو الراجل قال لك انا مش ممكن هضحي بمستقبلي واسمي وسمعتي عشان اجامل حد، انا العناصر اللي شفت ان هم مؤهلين يلعبوا دولي دلوقتي هم اللي انا خدتهم، بس هقيم في ضوء البطوله. ده اعتقد اللي هيتم من خلال هذه المشاركه في هذه البطوله. باشمهندس ختاما، الاهلي مرحلته الجديده في جملتين دلوقتي، القادم شد سطر على اللي فات، شد سطر على اللي فات. كل الناس مستنيه تشوف بقى كولر بعد الراحه دي والفريق واللعيبه الدوافع الجديده، هنشتغل زي ما اشتغلنا. وخلي بالك برضو عشان نبقى برضو احنا في ماتشات كنا موفقين فيها في البطولات اللي جت، وفي ماتش في الماتشين، في ماتشين من الماتشات اللي ما كسبناهاش، البطولتين ما كسبناهمش كان في عدم توفيق، عدم توفيق. فاحنا احيانا التوفيق عند تقارب المستويات بيفرق كتير، لكن في كل البطولات اللي كسبناها كسبناها بجداره، كنا احنا الافضل، وان شاء الله يستعيد الاهلي هذه الجداره. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.